نعم، الدولة التركية وخاصة أردوغان يقوم كل يوم بإعطاء تصريحات، وكل هذه التصريحات هي أثبت أنها تصريحات كاذبة. هم عندما هجموا على إقليم عفرين قالوا سوف نحتل عفرين خلال 3 ساعات، وبعدها قالوا 3 أيام، وبعدها قالوا أسبوع، وقد انكشف الغطاء على كل الأكاذيب التي ادعتها الحكومة التركية للهجوم على منطقة عفرين. ولذلك فاليوم أصبح 54 يوما وعفرين تقاوم تجاه هذه الهجمات الاحتلالية، واليوم أيضا ما زالوا يقاومون وسوف نقاوم في عفرين. اليوم يوجد قصف بالمدافع على مدينة عفرين، حيث كان هناك قتلى وجرحى مدنيين إثر هذا القصف. ولذلك فهذه التصريحات لا تدل على شيء إلا على ضعف الدولة التركية وكسر عزيمتها التي ادعت أنها سوف تحتل عفرين خلال 3 أيام. ولذلك فهذه كلها أكاذيب ولا يعبر عن شيء غير ضعف الدولة التركية تجاه مقاومة عفرين. نعم، يعني وأيضا يعني اتباع سياسة التغيير الديموغرافي وأيضا الإبادة يعني في عفرين بشكل كامل من جهة الاحتلال التركي، يعني كيف هي برأيكم أنتم، يعني تعليقكم على هذا؟ نعم، الدولة التركية ذاتا عندما قامت بالهجوم على عفرين هدفها هو إفراغ المنطقة من سكانها والقيام بمجازر جماعية وحملة إبادة على الشعب الموجود في عفرين لكي يقوم بالتغيير الديموغرافي وإسكان المنطقة بناس غرباء. نعم، وأيضا يعني بقولهم إخراجها من الخريطة السورية أيضا. نعم، باعتبار الدولة التركية منذ بدء الأحداث في سوريا وهي تهدف إلى الوصول إلى المناطق التي تدخل في حدود الميثاق الملي للإمبراطورية العثمانية، ولذلك فطموحات تركيا ليست فقط متوقفة فقط على منطقة عفرين، بل الدولة التركية الآن تهدف إلى الوصول إلى حدود الميثاق الملي للإمبراطورية العثمانية، ولذلك فهو يهدف إلى ضم هذه الأراضي إلى الدولة التركية. ولذلك فعلى هذا الأساس يقول بأنهم سوف يقومون بتغيير الخارطة وأنهم سوف يقومون بتغيير الديموغرافي وسوف يقومون باحتلال هذه المناطق. ولذلك فالدولة التركية لا تهدف فقط الشعب الكردي في هذه المناطق، بل تهدف جميع الشعب السوري، وهي تهدف إلى ضم هذه الأراضي إلى جغرافية الدولة التركية وإنشاء نظام تابع للدولة التركية. هذا هو الهدف من هذه الهجمات. وأيضا الدولة التركية تعمل على ترسيخ نفوذها في هذه المنطقة لتحصل على أكبر قسم في منطقة الشرق الأوسط بعد وصول الاتفاقات في تقسيم أو التقسيمات الجديدة للشرق الأوسط. لذلك فالدولة التركية ترى أن هذه المعركة هي حياتية بالنسبة لحزب AKP باعتبار هم الوصول إلى احتلال هذه المنطقة ليصبح حكومة AKP حكومة جديدة في انتخابات 2019. يعملون على هذا الوتر وعلى هذا الأساس يقومون بعقد الاتفاقات مع روسيا وغيرها لأجل تطبيق المخطط. نعم، يعني أوضاع المدنيين كيف هي يعني داخل مدينة عفرين بشكل خاص، يعني المدنيين الذين يعني هاجروا أو يعني بعد دخول الاحتلال التركي إلى يعني بيوتهم واحتلالها ونزحوا إلى تحدثوا عن المدنيين داخل مدينة عفرين والذين يعني المدنيين الذين احتل يعني الترك يعني تركيا احتلت بيوتهم ودخلت إليها ونزحوا إلى داخل مدينة عفرين، يعني كيف هي أوضاعهم؟
نعم، بعد أن احتلت الدولة التركية المناطق الحدودية في عفرين، فقد نزح سكان هذه المناطق إلى مركز المدينة، والآن يعني عدد المدنيين في عفرين هو عدد كبير، وهم يهدفون إلى محاصرة المدنيين في المركز ويعملون على إبادة هذا الشعب. لذلك فالآن ظروف المعيشية والإنسانية في مركز المدينة هو صعب، باعتبارهم يسيطرون على أماكن توزيع المياه التي تصل إلى المدينة، وقد قامت باستهداف الأفران وتفجيرها لأجل قطع الماء والخبز على المدينة. ولذلك فهم الآن سكان عفرين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة. يعني بشأن هؤلاء المدنيين أستاذة هدية، نعم أستاذة هدية، بشأن هؤلاء المدنيين يعني ما التدابير الذي تتخذونها من أجلهم؟ نحن نعمل على تأمين مستلزمات الحياة للمدنيين وتأمين الحماية لهم، وطبعا نعمل على كسر هذا الصمت الدولي تجاه الهجمات التركية، لأن مسؤولية إبادة هذا العدد الكبير من الشعب في مركز عفرين مسؤوليتها تقع على المجتمع الدولي الذي يصمت أمام الهجمات التركية على هذا الشعب. لذلك فنحن الآن نعمل على تأمين المياه وتأمين الخبز وتأمين الاحتياجات الإنسانية، ولكن هذا لا يكفي لأن يعني أن نحسن من الوضع الإنساني في المدينة. ولذلك فيتوجب على المجتمع الدولي أيضا أن يتحرك وأن يكون ذو موقف تجاه هذه الهجمات، لأن العدوان التركي لا يشكل فقط على منطقة عفرين، بل يشكل عدوانا على جميع اسكان المنطقة، وايضا سوف تكون تركيا بؤرة جديدة ومنبع جديد للارهاب الذي سوف ينتشر منه الى كافة انحاء العالم. طيب يعني في حال المجتمع الدولي لم يتخذ اي خطوة يعني فاعلة تجاه مدينة عفرين، ما الخيارات المطروحة التي ستكون امامكم؟ يعني نحن الان نقوم بالمقاومة، شعبنا ومقاتلينا نحن نقاوم تجاه هذه الهجمات، وهذا هو خيارنا الأساسي، إلى جانب أننا نعمل على تحريك المجتمع الدولي تجاه هذه الهجمات.